السلام عليكم، إن شاء الله راكم بخير وبصحة جيدة. اليوم في هذا الفيديو راح أقدم جديد أسعار هواتف أوبو في السوق الجزائرية. بالنسبة للأسعار تقدروا تلقاوها أكثر ولا أقل في ولايات أخرى. خاوتي ننصحكم تبحثوا مليح قبل الشراء. إذا ما عليك إلا تكمل الفيديو للآخر وتعطينا لايك واشتراك في القناة، ماك خاسر حتى شيء. أنا أصيل وبسم الله نبدأ حلقتنا.